حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه غيره. ما جاء في الصحيحين الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. وورد الشؤم بدون إنما، وورد فيهما إنما الشؤم. وورد أيضا في الصحيحين: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. وورد عند مسلم: إن يكن شيء من الشؤم حق، ثم ذكر الحديث. وورد عند أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن تكن الطيرة في شيء، ثم ذكر الحديث. والطيرة والشؤم بمعنى واحد. وهنا فوائد من باب التبيين لما ذكره العلماء رحمه الله حول هذا. ومن الفوائد أن كلمة الشؤم بتسكين الواو، ويجوز أن تسهل الواو ويقال الشؤم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان الشؤم في ثلاث، وفي رواية إنما الشؤم في ثلاث، في ثلاث متعلقة بمحذوف تقديره كائن، يعني إن كان الشؤم في ثلاث فكائن في كذا وكذا. ومن الفوائد قال القرطبي رحمه الله: ولا يظن أنه يحمل على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته، فإن ذلك خطأ، وإنما عني أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس، فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يترك هذه الأشياء المذكورة في الحديث وأن يستبدلها بغيرها. ومن الفوائد أنه جاء عند أبي داود الطيالسي أن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عن حديث أبي هريرة، فقالت رضي الله عنها: لم يحفظ، فهو دخل رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قاتل الله اليهود، يقولون الشؤم في ثلاثة، فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله، لكن مكحول لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، فهذا الحديث منقطع. لكن رواه أحمد كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه دخل عليها رجلان من بني عامر فأخبراها بحديث أبي هريرة، فغضبت غضبا شديدا وقالت: إنما قاله صلى الله عليه وآله وسلم لأن أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: ولا معنى لإنكارها رضي الله عنها، لأن أبا هريرة لم يروه وحده، وبالفعل فقد مر معنا حديث سعد بن أبي وقاص، وكذلك حديث أم سلمة عند ابن ماجه. ومن الفوائد أن حديث إنما الشؤم في ثلاث أو في ثلاثة يعارضه حديث حكيم ابن معاوية عند الترمذي: لا شؤم وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس. فانظروا، يعني أن البركة والتفاؤل يكون في هذه الأشياء الثلاثة، فهو خالف ظاهر الحديث السابق الذي أثبت الشؤم، وهنا قال اليمن، لكن الحديث ضعيف كما قال ابن حجر رحمه الله مع مخالفة الأحاديث الصحيحة التي ذكرت الشؤم. ومن الفوائد أنه جاء في مصنف عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت من يفسر هذا الحديث فيقول: إن الشؤم في المرأة باعتبار أنها غير ولود، والشؤم في الفرس باعتبار أنه لا يغزى عليه، والشؤم في الدار إنما المقصود منه أنه يبتلى بجاري السوء. ومن الفوائد أنه أمر في الحديث بالانتقال في حديث ذروها ذميمة ليزول التعذيب حسما للمادة وسد الذريعة، لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد أنه وقع بالتطير فيتحول منها. ومن الفوائد كما قال ابن حجر رحمه الله أن قوله ذروها ذميمة لا يمنع أن يذم المحل المكروه، وإن كان لا ينسب إليه شرعا ما يكون، كما يذم العاصي بمعصيته مع أنه بقدر الله عز وجل. ومن الفوائد أن بعض العلماء يقول إن ذكر هذه الأشياء الثلاثة باعتبار عدم الموافقة، يعني يقول يحمل على قلة الموافقة وسوء الطباع لحديث سعد بن أبي وقاص في المسند: من سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الهني، ومن شقاوة المرء المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. ومن الفوائد أنه ورد عند ابن حبان عن أنس: لا طيرة والطيرة على من تطير، ولكن في صحة نظر كما قال ابن حجر رحمه. ومن الفوائد أن أم سلمة في حديثها عند ابن ماجه تذكر هذا الحديث وتزيد السيف، لكن كلمة السيف مدرجة والمحفوظ بدون كلمة السيف.